باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد أمين. أغابي الأحباء، قناة أغابي، كل مرة وحضراتكم طيبين نلتقي معكم في برنامج وعود الله. أكمل معكم الوعد بتاع الجالسون في الظلمة وظلال الموت أشرق عليهم نور عظيم. طبعا الآية دي أو النبوة دي أساساً الوعد ده عن المسيح، الجالسين في ظلمة الخطية والوثنية أشرق عليهم نور العظيم المسيح، أنا هو نور العالم. لكن أيضا ربنا إدى أولاده وعد، قال لهم كده في وسط جيل معوج وملتوي تضيئون بينهم كأنوار في العالم. بدأنا نتكلم عن من مرقس كنور للعالم. ماري مرقس جه لمصر، كنا في ظلمة الوثنية والخطية، جه عشان ينير لنا. فنقول كده في الزكسولوجية: أتيت وأنرت لنا بإنجيلك المقدس، علمتنا الآب والابن والروح القدس، أخرجتنا من الظلمة إلى النور الحقيقي، وأطعمتنا خبز الحياة لنزل من السماء. تكلمنا المرة اللي فاتت عن بيت ماري مرقس والأحداث العظيمة اللي حدثت فيه، من زيارات متكررة للرب يسوع وصنع الفصح والإفخارستية وغسيل الرجلين والخطاب الوداعي والمناجاة مع الآب، وبعدين الرسل استخبوا فيه، وبعدين المسيح ظهر لهم مرتين، وبعدين حلول الروح القدس، وبعدين أول مطرانية وأول كنيسة. حقيقة بيت ماري مرقس ده أشهر بيت في الكنيسة. كلمنا أيضا عن أسد ماري مرقس. ليه بنرشم أسد جنب ماري مرقس؟ لثلاث أسباب: أولا لأنه قدم إنجيله المسيح القوي، الأسد الخارج من سبط يهوذا، لأنه هو الإنجيل اللي بيرمز له بالكائن غير المتجسد الأسد في سفر الرؤيا، من أجل المعجزة اللي حصلت مع أرسطو بولس ماري مرقس. وأسد ماري مرقس يفكرنا إن إحنا في حضن ربنا، يطمننا، يرجع لنا سلامنا المفقود. أكلمكم النهاردة أيضا عن حاجة غريبة شوية، عن آسف في التعبير، جزمة ماري مرقس، صندل ماري مرقس. حقيقة ماري مرقس جه مصر ماشي على رجليه، جه مشي مسافات طويلة جدا وهو فرحان، هو جاي يخدم ربنا. ماري مرقس ما فكرش في باله هيبدأ خدمة ازاي، سلمنا فصرنا ايه، فصرنا نحمل. هو ما فكرش يعمل ايه، هو جاي بلد غريبة، لا حد مستنيه، لا بيت حيبيت فيه، لا معاه فلوس، لا يعرف حد، لا يعرف اللغة حتى. السيد المسيح دبر له كل حاجة. ربنا يسوع عارف قلب إنيانوس، انه قلبه نقي. طيب ربنا عارف ان إنيانوس ده هيبقى بكورة المؤمنين في اسكندرية. طب كيف يلتقي إنيانوس بماري مرقس؟ الطريقة ان حذاء ماري مرقس يتقطع، مش بس يتقطع قصاد مكان إنيانوس، فيسأل يقول له الراجل اهو، وإنيانوس هو بيخيط حذاء ماري مرقس دخل المخراس في ايده، فقال كلمة كانوا بيقولوا يوسيوس، الإله الواحد. بس هو ده المدخل. ماري مرقس حط ايده كده على جرح إنيانوس، قال له انت عارف بتقول ايه؟ قال له كلمة بنقولها. قال له هقول لك بقى، انا جاي اكلمك عن هذا الاله الواحد. وبدأ ماري مرقس يكلم إنيانوس عن الرب يسوع، وقلب ماري مرقس وقلب إنيانوس التقوا على الايمان بربنا يسوع المسيح. هنا نتعلم حاجتين مهمين. اول حاجة أن ثمرة التعب هو الفرح. تقدروا تتخيلوا معايا الرب يسوع بعد ما مشي 6 ساعات كاملة وصل السامرة، تعب، مكتوب كده تعب وقعد على البير. بعد ما السامرية تابت، تقدروا توصفوا لي فرح المسيح؟ فرح مجيد لا ينطق به. هو كده ثمرة التعب هو الفرح. ماري مرقس تعب كتير، دخل بلادنا مشي تعب، لكن تقدروا توصفوا لي فرحته بعد إيمان إنيانوس؟ ده أول درس، أن التعب ثمرته الفرح. القديس ماري مرقس كأنه بيسمع في ودانه قول الرب يسوع: أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك
وقد احتملت وتعبت من أجل اسمي ولم تكل. ماري مرقص حط المسيح قدامه، ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل يخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. إذا كان الرب يسوع تعب من أجل السامرية، فالقديس ماري مرقص تعب من أجل إنيانوس. البابا المتنيح البابا شنودة لما كان يرسم حد من الأباء الأصحاب يقول إيه؟ ندعوك لخدمة التعب. عايز تفرح؟ اتعب، ثمرة التعب هو الفرح. كان يقول الأسقف كده، هتروح الإيه الإبرشية بتاعتك في لحن هيقولوا لك ثبته على كرسيك، اوعى تثبت على كرسيك، لو ارتحت ولادك هيتعبوا، ولو تعبت نفسك في الخدمة ولادك هيرتاعوا. ندعوك لخدمة التعب. أول درس إن التعب يثمر إيه؟ يثمر فرح. الدرس الثاني بقى مداخل الله العجيبة. مداخل الله العجيبة. ماري مرقص جاي بلاد لا يعرف فيها شخص ولا يعرف فيها صديق ولا يعرف لغتها ولا حاجة خالص، بس ماري مرقص يؤمن بالتسليم، يؤمن بالتسليم تماما أن الله غني. يا لعمق غنى الله وحكمته، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. واحد غير ماري مرقص لو قعد بقى يتكتك يتكتك، يعني هنا هنا، طب أنا هعمل إيه؟ طب أنا بقى إيه حول بقى، أنا أخش إيه؟ أخش معبد من معابد الأوثان في اسكندرية واروح ايه اوعظ لهم عن المسيح؟ لا بلاش دي. طب انا حقيقي هدور على احسن ميدان واكبر ميدان في اسكندرية واقف كده على حتة عالية واوعظهم عن المسيح. او ممكن واحد يفكر طيب لا انا بقى ايه هفضل ماشي في شوارع اسكندرية لغاية لما الاقي ناس بتعيط وتصوت عندهم ميت، اقول لهم وسعوا عن اذنكم، اخش اقف فوق الميت احط ايدي وأصلي يقوم، أقول لهم ده قام بقوة المسيح. كل دي أفكار جميلة، بس حقيقة ماري مرقص ما فكرش في حاجة من دي. ماري مرقص سلم حياته وربنا هو اللي هيشيله. ربنا له مداخل عجيبة. ماري مرقص لو قعد يفكر 100 سنة كان ممكن يوصل للتدبير بتاع الحذاء وإنيانوس؟ أبدا. مين يضمن الاستجابة؟ ده ممكن لو وقف في الميدان الناس تضربه، ممكن لو وقف في المعبد الناس تقتله. ماري مرقص قال أنا رايح أخدم مين؟ أخدم ربنا، يبقى ربنا هيفتح لي الباب. أقول لكم قصة جميلة قريتها عن حياة أبونا مخايل إبراهيم، نعرف إزاي مداخل الله العجيب. أبونا مخايل إبراهيم رايح يفتقد بيت، ما رحلوش، كان أول مرة يروح. فحسب العنوان طلع، حسب الدور طلع ولقى شقتين، فهو مش عارف أني شقة، فطبيعي راح ايه مخبط على الشقة اللي هي جنب السلم، ما هو الشقتين زي بعض ما لهمش يفط، هو مش عارف أني، فخبط على الشقة اللي جنب السلم كده. فطلع واحد غير مسيحي وأهان أبونا، شتمه وأهانه أهانه وحش. فأبونا قال له أنا آسف يا ابني، أنا آسف يا ابني، وراح الراجل ايه رد الباب كده. أبونا خبط على ايه على الشقة التانية ودخل وافتقد البيت ودخل وصلى وخلص وخرج ومشي. تكملة بقى، الراجل اللي أهان أبونا ده زوجته في نفس اليوم عيد، وعي حقيقة عجيب يعني الدكاترة احتروا فيه. فالراجل جاله شعور كده ان مرض مراته ده بسبب انه أهان القسيس. طب يجيبوا منين؟ ما عرفوش. راح مخبط على جيرانه قال لهم من امبارح في قسيس جالكم، انا عايز اعرفه. قالوا ده ابونا مخايل ابراهيم من كنيسه مرو. قال لهم انا عايزه. راح الكنيسه قال يا ابونا انا اسف، انا اهنتك بس مراتي عيانه، تعالى صلي لها. قال له ماله يا ابني؟ وراح ابونا مع هذا الرجل ودخل البيت وصلى لهذه الانسانه وخفت. هذه الاسره دخلت حظيره المسيح. شفتوا ازاي ان مداخل الله عجيبه؟ مداخل الله عجيبه، الله فاحص القلوب. قصه تاني، مداخل الله العجيبه. خادم
في الصيف خد ولاده في الخدمة مؤتمر في أبو تلات. أبو تلات ده منطقة تقريبا كلها يعني بيوت خلوة مسيحية، خد ولاده في بيت الخلوة وهو مع ولاده على البحر يعني بيلعبهم وكده، فقدت ساعة اليد بتاعته. الساعة دي حقيقة كانت غالية عليه، فإيه روح الولاد البيت ورجع عشان إيه؟ علشان يدور على الساعة. طبعا مهمة صعبة جدا إنه يلاقي ساعة صغننة كده في وسط الرمل. أهو بيدور، وهو بيدور بيدور لقى اتنين شباب كده في سن ثانوي، قالوا ندور معاك، قال لهم دوروا. هما بيدوروا اتعرف عليهم، هما أولاد مسيحيين من كنيسة تانية قاعدين في بيت خلوة تاني. في وسط الكلام عرف ان الولاد دول مش بيعترفوا مش بيتناولوا، حياتهم بعيدة عن ربنا. فهو بما يدوروا قاعد يكلمهم عن ربنا، كلمهم عن التوبة والاعتراف. فالولاد قالوا له هو الاعتراف حلو كده؟ قال لهم اه. تعترفوا دلوقتي؟ قالوا اه. قال لهم تعالوا معايا، تعالوا معايا ابونا مستنينا فين؟ في البيت بتاعنا. خدم الولاد وراح ايه وداهم لابونا، والولاد تابوا واعترفوا وتناولوا وحياتهم ايه اتغيرت. لست تفهم الآن لكن ستفهم فيما بعد مداخل الله العجيبة. أراجع معاكم، احنا اتكلمنا الأول عن بيت ماري مرقص، أشهر بيت في تاريخ الكنيسة، والبيت ده يفكرنا إن احنا نفتح بيتنا للخدمة، وإن بيتنا يبقى بيت صلاة وطهارة وبركة عشان نطلع ولاد زي ماري مرقص. نمرة اتنين اتكلمنا عن أسد ماري مرقص، أشهر أسد في الكنيسة، وقلنا إذا كان ماري مرقص مخافش من الأسد، احنا كمان ما نخافش من الاسود اللي بتحاربنا، سواء الشيطان او اعوانه. ربنا يرسل ملاكه ويسد افواله. نتذكر مراحم ربنا، نطمن يرجع لنا سلامنا المفقود. النقطه الثالثه حذاء ماري مرقص، وده اشهر حذاء في تاريخ الكنيسه، وده يفكرنا بمداخل الله العجيبه. اكلمكم كمان عن انجيل ماري مرقص. انجيل ماري مرقص هو أول إنجيل في الأناجيل الأربعة اتكتب، يعني أول بشارة. طبعا الرسائل ممكن بولس كتب قبل كده، أنا بتكلم عن البشارة الأربعة. أول بشارة من الأربعة كتبها القديس ماري مرقص في منتصف القرن الأول. وهقول طب ليه الكنيسة حط إنجيل متى في الأول؟ أقول لكم بقى، دي برضو حكمة جميلة. إنجيل متى مكتوب لليهود، متى كتب لليهود، وبالتالي متى هو أكتر واحد غاص في العهد القديم وجاب كل الآيات والرموز اللي تثبت أن المسيح اللي اليهود بيستنوه هو يسوع النصير. إنجيل متى فيه حوالي 52 آية من العهد القديم، على بعضه فيه حوالي 100 اقتباس من العهد القديم، تخيلوا. فالكنيسة المرشدة بالروح القدس رتبت، قالت إنجيل متى ده هو حلقة وسط بين العهد القديم والعهد الجديد. فالكنيسة المرشدة روح القدس حطت إنجيل متى أول بشارة لأنه حلقة بعديها على طول إنجيل ماري مرقص. إنجيل ماري مرقص هو أول إنجيل اتكتب. إنجيل ماري مرقص هو أقصر إنجيل. إنجيل ماري مرقص 16 إصحاح. متى 28، لوقا 24، يوحنا 21، لكن إنجيل ماري مرقص أقصر إنجيل مركز. الرومان ناس ما عندهمش وقت طويل، هم ناس أقوياء عايزين حاجة مختصرة. قدم فيه المسيح القوي، بس مش القوي بالبطش، لأ، إن ابن الإنسان المتضع جه عشان إيه؟ عشان يخدم. قدم المسيح القوي مش بالبطش والعنف، القوي باتضاعه وخدمته للناس. إنجيل ماري مرقص هو أقوى إنجيل. إنجيل ماري مرقص هو أول إنجيل. ماري مرقص إنجيله مشهور جدا في الكنيسة، نعتز بإنجيل ماري مرقص. نتكلم أيضا عن قداس ماري مرقص. ماري مرقص لما جه مصر جه معاه جوهرتين، إنجيل ماري مرقص وقداس ماري مرقص. جمال قداس ماري مرقص إنه متاخد مباشرة من المسيح، يعني مش عن عنا فلان عن فلان عن فلان، لا، ماري مرقص حضر أول قداس عمله المسيح في بيته. إذن قداس ماري مرقص ده قداس أصيل جدا 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 جدا، ده قداس المسيح نفسه.
لأنه اتعمل في بيت ماري مرقص. فضلنا نصلي بقداس ماري مرقص 600 سنة في مصر. مصر لم تعرف أي قداس، لم تصلي أي لترجية لمدة 6 قرون إلا قداس ماري مرقص، اللي هو النهاردة معروف باسم القداس الإيه؟ قداس الكيرلسي، لأنه القديس كيرلس عمود الدين في القرن الخامس الميلادي نقح هذا القداس، أضاف بعض الأواشي وبقى اسمه إيه؟ القداس الكيرلسي. ده صناعة مصرية 100%، قداس خشوعي جميل بنصلي بيه أي وقت، وخاصة في الصوم الكبير وفي الكيحك. قداس ماري مرقص قداس عظيم ومشهور لأنه خده عن المسيح شخصيا. إحنا في مصر بنعتزي بيه جدا، ونفسي كده أقول لكل آباء الكهنة من فضلكم اهتموا بالقداس الكيرلسي، وبالذات في الصوم الكبير وفي الكيحك. أكلمكم أيضا وأخيرا عن مدرسة ماري مرقص. ماري مرقص كان بعيد النظر جدا، كان ثاقب الرؤية جدا. ماري مرقص لما جه اسكندرية ولقى اسكندرية مدينة كوزموبوليتية، يعني مدينة عالمية فيها أديان من كل العالم وطوائف من كل العالم وفلسفات من كل العالم ولغات من كل العالم. ماري مرقص أسس أول كنيسة في بيت إنيانوس، حتى اسمها بوكلي أو دار البقر. بعديها ماري مرقص فكر يعمل مدرسة، قلت طب ما تعمل كنيسة في حتة تاني، لا أنا هعمل مدرسة. ماري مرقص بنظره الثاقب حس أن هذه الكنيسة الناشئة لا يمكن تصمد أمام هذه المدينة العالمية إلا بالمدرسة وبالعلم، فأنشأ مدرسة ماري مرقص اللاهوتية، ودي أول مدرسة لاهوتية في العالم المسيحي كله. ماري مرقص في هذه المدرسة فتحها للكل مش المسيحيين فقط، ودى فيها فلك وهندسة وطب وموسيقى بجوار الإنجيل والعقيدة واللاهوت. اختار مدرسين أتقياء وأنقياء، عارف أن الطالب مش بس هيشرب العلم ويشرب كمان سلوك المعلم. قديس ماري مرقص بنظرته الثاقبة وتأسيسه لمدرسة اسكندرية مكتوب كده، صارت كنيسة مصر بمدرسة ماري مرقص صارت عقل المسيحية، صارت كنيستنا كنيسة مرجعية، وصار أبائنا البطاركة أكثر البطاركة ثقافة، لأن البطرك كان دايما يختار لأمتى كان مدير المدرسة أو مدرس في المدرسة، على الأقل التقدير يكون إيه؟ طالب في المدرسة. مدرسة ماري مرقص هي أشهر مدرسة لاهوتية في تاريخ الكنيسة، هي أول مدرسة لاهوتية في الكنيسة. إذا قلنا إن بيت ماري مرقص يفكرنا إن بيتنا يتفتح للخدمة، يبقى بيت صلاة وطهارة وبركة. إذا كان أسد ماري مرقص يفكرنا إن إحنا ما نخافش أبدا، عندنا إله قوي لأن إحنا حمايته ونستعيد السلام المفقود. إذا كان حذاء ماري مرقص يفكرنا بتدابير ومداخل الله العجيبة، في الحقيقة إنجيل ماري مرقص وقداس ماري مرقص ومدرسة ماري مرقص تذكرنا أن الخدمة القوية تبدأ من القلب. عظمة ماري مرقص مش في ثقافته، عظمة ماري مرقص مش في وعظه، عظمة ماري مرقص إن قلبه كان ملتهبا بمحبة ربنا، ولهذا القلب الملتهب يلهب كل أعضاء الجسد. القلب الملتهب بمحبة ربنا يخلي الفكر يلتهب بأفكار بتحب ربنا، يحرك الرجلين، القلب الملتهب يخلي الرجلين تسعى لخلاص الناس، القلب الملتهب يخلي الإيدين تترفع للصلاة لأجل الناس، القلب الملتهب يحرك الجسم كله. نتعلم من ماري مرقص إن قلبه كان ملتهبا بمحبة ربنا، محبة الغير، محبة الخير، محبة الغير للخير. كده كنيسة ماري مرقص وكراسة ماري مرقص حاجة جميلة جدا. آخر حاجة أقول لكم النهاردة إن كلمة مرقص 4 حروف، ميم ر قاف سين. ميم مدرسة، مدرسة ماري مرقص اللاهوتية. ره رعاية، ماري مرقص نظم الرعاية بطريقة رائعة. ماري مرقص عارف انه عنده خدمات في حتت اخرى، عنده كنيسة في القروان
واشترك في كنيسة البندقية وكنيسة روما، بشر في العالم كله تقريبا القديم. ماري مرقس بشر في أوروبا في روما، بشر في آسيا الصغرى مع بولس، وبشر في أفريقيا فإذا هو عارف أن عنده خدمات ممكن يروحها، عارف أن في أي وقت ممكن يستشهد، فأسس رعاية. رسم إنيانوس أسقفا، رسم معاه ثلاث أباء كهنة، رسم معاه سبع شمامسة، ونظم الخدمة تماما. ره رعاية، ميم مدرسة، ره رعاية، قاف قداس، قداس ماري مرقس فضلنا نصلي بيه 600 سنة. ده قداس أصيل 100%، لأن ماري مرقس حضره من المسيح. آخر حاجة سين، سيرة عطرة. سيرة ماري مرقس سيرة عطرة، مش بس بيته، مش بس أسده، مش بس حذائه، مش بس إنجيله، سيرته من أول طفولته لغاية نياحته. نياحة القديس ماري مرقس كالآتي: كان بيصلي عيد القيامة في الكنيسة في بوكلي في دار البقر. تصادف ان ليلتها، ليلة القيامة دي، كانت ليلة عيد وثن كبير قوي عند الوثنيين. فكهنة الوثن لاحظوا ان المعبد فاضي مش مليان. ايه اللي حصل؟ قال لهم اصل ماري مرقس والكنيسة. فخرجوا رؤساء الكهنة في هياج شديد، معهم مجموعة من الرعاع، وايه، وهجموا على الكنيسة وقبضوا على القديس ماري مرقس بعد نهاية القداس وسحلوه. ربطوا ماري مرقس في ديل أسد، في ديل حصان جامح، وبدأ يجرجروا في شوارع اسكندرية لما جسده تهرق ونسف الدم، وبارك كل أرض اسكندرية بدم ماري مرقس. حطوه في السجن، ربنا شفاه. تاني يوم أعادوا الكرة، واستشهد القديس ماري مرقس يوم 30 برمودة حسب تاريخ كنيستنا. هي سيرة ماري مرقس سيرة عطرة. ميم مدرسة، ره رعاية، قاف قداس، سين سير عطرة. بركة القديس ماري مرقس كروز يرنا اللي نقلنا من الظلمة إلى النور ومن الجهل إلى المعرفة، تكون معانا. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. أمين.